أعزائي المشاهدين، النهاردة في حلقة جديدة من كريزي تاكسي. مين يا باشا في المهندسين يا باشا؟ ميدان لبنان يا باشا. ميدان لبنان؟ في حتة معينة في ميدان لبنان ولا ميدان لبنان نفسه؟ اتفضل يا باشا وأنا هقول لك. ماشي يا باشا. شغال يا باشا هناك ولا شغال فين؟ يا باشا؟ شغال في المهندسين ولا شغال في المهندسين؟ شغال في المهندسين. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شغال ايه يا باشا؟ بوزع بضاعة، بس بضاعة راح يعلم حصل فلوس البضاعة. بتتعامل بقى انت مع مين بقى في الشغل بتاعك يا باشا؟ طبيعي يعني اي زي اي موزع حضرتك، بنوزع شغل بنحصل فلوس الشغل. شغل ايه بقى؟ ايه طبيعة شغلك يعني؟ مش شغال في ايه حضرتك؟ ملابس حضرتك. ملابس؟ طب ما ده زي الفل ما شاء الله، ده حاجة حلوة قوي. ملابس دي ملابس ملابس سعد يعني. مش ربنا يسعدك يا باشا. بقول لك يا باشا، بتشوف ممثلين وكده؟ اه طبعا بنشوف كل حاجه. طب قول لنا يا باشا، ما تعرفش تساعدني في حوار كده؟ اخوك يعجبك وانا بقلب ممثلين وفقره يعني، وسمينني في المنطقه عندنا شخصوص. تمام، اسمع مني الحته دي. قال لك الفنان عشان انا متاخر، بس والله يعني حاول تشد شويه عشان متاخر. قال لك ماشي. قال لك الفنان يوسف جوهري ده معلول ساعات الاضي يجي عيل زي محمد هنيدي ده، ما بقالوش يومين في الوسط وياكل من الجو بالطريقه دي. يا للهو، فكرني الثانيه هانم بنت سلطح ملطح باشا. ماما يا روح امك. ايه رايك يا شباب؟ اقسم بالله ممتاز والله، بس انت مش قادر تفهمني. انا ده مش يعني دي مش مجالي ولا سكتي ان انا اساعدك فيها. طب قال لك حد تاني؟ معلش انا اسف. قال لك الفنان محمود المليجي. مصطفى باشيت يا مصطفى، باشيت اللي تقف في الدهب ابدا. انا ورايا رجاله تاكل الزلط يا مصطفى. استاذ ايدك يا استاذ، تاكل الحديد. استاذ ايدك بعد اذنك، تاكل الاسمنت المسلح يا مصطفى. انا متقمص. طب ما تتقمص هتمسكني من القميص. خلي يعني عندك ذوق بقى واتكلم معايا بقى، عشان انا كده هتخني. انت كده تخلينا ابتدي اتخني يا باشا والله. يعني حاول تتكلم معايا من غير ما. طب ده طالع مليجي ولا لا؟ ايدك اهم حاجه. مش مليجي؟ طيب ما طلعش هو المليجي. انت معايا في التاكسي لازم. انا ضحكت وهزرت وهزرنا وعملنا كل اللي انت طب عايزه. خلاص يا عم. انا وسمعنا حضرتك يا عم، ما تسمعني. ده مش مجالي يا عم، عامل لك ولا سكتي. خلاص عامل لك السقه. انا مش هستفاد بحاجه يا استاذ لما تقعد تعمل لي سقه وتعمل لي استاذ محمود بعد ما انت فوق راسي. انت احسن من الناس دي كلها، بس انا ماليش. ونفع دخان سجارته في عينيه. قال لك يا حسن، منصور هيبيع الارض للنجايحه يا حسن. صح يا عمي؟ صح يا عمي؟ يا استاذ ايدك، لو استاذ قلت لك ايدك حضرتك انا هبتدي ان انا مسميني المتقمص. طب حضرتك ايدك والله مسميني يا استاذ المتقمص. ايدك بعد اذن حضرتك. خلاص بعد اذن حضرتك. خلاص نغني عشان ما استخدمش. غني لنفسك لما تنزلني. اعمل كل اللي انت عايزه، كل الشغل اللي انت بتعمله ده لما تنزلني. يا عم خلاص، انا هقلد لك عشان بعد اذن حضرتك. انا انت كده بتستفزني. ده حاجة غريبة. وقف مكانك انت يا ابني. ثابت يا ابني ولا انت شارب حاجة؟ وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهورية. الله، ده حاجة غريبة. وقف مكانك يا ولا. يا ابني انت شارب حبيتين. اوعى يا ولا، واقف قدام رئيس الجمهورية. يا ابني انت شارب حبيتين عصير. مواطن إله بينشر غسيل في بلكونه نقطت على مواطن تاني. طريق ده قال لك ان مصر فيها فتنة طائفية. بعد اذنك نزلني بس. فتنة طائفية. انا بقول لهم من التاكسي بعد اذنك نزلني. ان الديمقراطية ليها انياب. ليها انياب. بالله يا ابني يا علي، يا ابني انت مجنون. يا ابني يا علي، يا ابني انت مجنون. بس انا بتقمص. يا ابني انت مجنون، بقول لك ما تصدعناش. نزلني يا عم. بلاش الصدق. بعد اذنك عشان احترمك ما تتكلمش بايدك ولا تقرب مني. طب سبحان الله، ده انت مستفز متطفل قوي كل شويه. مستفز متطفل ايه بقى؟ انت هتعمل لي فيها البنجاس تانجو اللي ما تهدى على نفسك. راي انت مش عايز تساعد اخوك. شكلك يا ابني ما تمدش ايدك. مش عايز تساعد اخوك. يا ابني ما تمدش ايدك. انت لازم تقف جنب اخوك. عيب انا اخوك، عيب انا اخوك، عيب ما يصحش. يا ابني قلت لك ما تمدش ايدك. طب انت يا ابني ما تمدش ايدك وركز في الطريق يا ابني. هتعمل خلينا نلبس في حاجه يا عم. انا هقلد لك مش بمزاجك غصب عنك. تمدش ايدك يا ابني انت غصب عنك ولا غصب زفت. هقلد لك محمد منير. شكلك عايز تتضرب. انت شكلك عايز تتضرب عن حياتي. يا ابني ما تمشي. قلت لك بقى، قلت لك عشان هبوظ لك وشك خالص. خليتي انا هبوظ لك وشك ده خالص وخلاص. يا ابني اعلى وركز في الطريق. الله يخرب بيتك. ما هو
بقول لك انت، بقول لك ايه ساعدني وتخلينا مهدي يا جدع. بقول لك ايه وعلى جدع يا جدع، بقول لك ايه وعلى جدع. انت من انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ انت يا ابني فوق قلد لك اخر تقليده ايه الليله الزرقاء اللي انا فيها دي يا ابني؟ افتح الباب ده يا ابني عشان خاطر، عشان خاطر قلد لك انت يا ابني. انت اخر حاجه والله يا ابني، قلت لك نزل ايدك. قلد لك اخر حاجه بقى الزرقاء دي. بقول لك ايه على ايدك يا ابني؟ بقول لك ايه على ايدك يا ابني؟ جدع قلد لك يا جدع. اوعى كده يا جدع. لا 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 الله، البضاعه معايا. افتح يا ابني الباب ده يلا. الفلوس كمان معايا. افتح يا ابني الباب ده. الفلوس معايا والبضاعه. افتح الباب ده بقول لك. الفلوس معايا. انت يا ابني انت والبضاعه كمان. انت يا ابني. بس خلاص بس. ايه يا عم انت مجنون ولا ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ ايه يا عم انا بقى انا متعمل. وايه القرف ده؟ طب بص كده احنا بنصور. نزال الحلقه دي ولا ما نزالش؟ نورتنا انت. طيب نورت الدنيا كلها. اتفضل يا باشا اتفضل. صلى على النبي. اه يا ابني لسه منزلني والله من البيت، انا كنت اجازه النهارده، قال لي تعالى في تصوير. ماشي يا معلم. باشا يا باشا حضرتك شغال في الفن بقى عليك. اه قعد مخك خلي بالك يا باشا، انا عندي موهبه والله. والله العظيم ما اعرف اقلد فنانين كتير قوي. زي مين؟ يعني انا قلت لك مثلا فنان احمد السقا. اديك حته دي اقول لك ايه بعد ما لف حواليك ونفخ دخان سيجارته في عينيك. لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجاحه يا حسن. صح يا عمي؟ صح يا عمي؟ لا 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 تقلد مين؟ مش هتريق يا باشا عليا يا باشا. انت كده يعني انا بهزر معاك في ايه؟ لا والله بتتريق. طب اديني رقم موبايل. رقم؟ اه اديني كام؟ اديك كام؟ اه يا باشا اسم حضرتك رامي. ايوه. انت شغال مدير انتاج ولا مساعد مخرج؟ مدير انتاج ومساعد مخرج. طب انا اقول لك على حاجه. قول لي يا باشا. اتفق معاك على اتفاق. قول لي. انا اقول لك واحد مشهور لو قلدته اخدك معايا دلوقتي. يا نهار ابيض يلا بينا. ايه رايك؟ امرا والله العظيم. قلد لي جون محمد صلاح في روما اهو في التاكسي. مو صلاح مو صلاح مو صلاح. لا مش ده بتاع الماتش اللي فات. انا عايز في روما لما شوط. قلد لي هو بقى بيشوط الكوره كده من زمان. قلد لك ازاي واحنا في التاكسي؟ اه انت باشا بتتريق عليا؟ لا انا بهزر معاك. لا انت بتتريق. انت بتهزر معايا؟ يا عم انا بهزر معاك كده، انا بعرض عليك مواهب. مش انتوا بتهزروا معايا؟ اقسم بالله انا بهزر معاك يا باشا. وانا ما عرفتكش يعني. بتوع ميديا. ادي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. ايه ده بقى؟ لا مش فاهم. طب اقول لك اخر المسلسل. اخر مسلسل ايه؟ طلعت فيه. ايه اخر مسلسل؟ مع مصطفى شعبان. ايوه قفشت الدنيا بقى. ايوه والله العظيم يا عيب عليك. ده انت عالم يعني. قفشت من بدري الله يبارك لك. طب ما تقول لي. طيب ما انا قلت اسيبك يا تبزت. سايبني عمال اهري كل ده. نتسلم مع بعضينا واحنا ماشيين. طب نذيع ولا ايه بقى؟ نذيع يا باشا والله مش مشكله. انت والله العظيم نورتنا وشرفتنا. استاذ رامي قفشني يا جدعان. مساء الخير والبروكه. اه مين شعر زي بعضينا. مساء الخير. مساء الجمال والدلال والقمر. مساء الجمال. الله اكبر. اذان بقى. حضرتك اساسا من الهرم ولا حضرتك اساسا من ايه؟ لا انا عندي شغل بس في الهرم. خلصت برضه. شغال فين في الهرم؟ انا شغلي اصلا علاقات عامه بس نازل الهرم يعني. بسم الله ما شاء الله علاقات عامه. ده انت بسم الله ما شاء الله حضرتك بتقابل بقى ناس مهمه كتير. حاجات على قدنا ما شاء الله. بتقابل ايه بقى باشا؟ بتقابل فنانين ولا سياسيين ولا بتقابل ايه بقى؟ مذيعين ولا فنانين ومذيعين؟ مذيعين. بتقابل مذيعين. طب ما ده شيء جميل ما شاء الله. طب ما تقف جنب اخوك بقى. والله عايزني اسمعك حاجه بقى للممثلين. لو عجبت حضرتك تساعدني بقى. ممكن. استنى بص يا باشا انا هقلد لك واحد انت بتحبه. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا. وقف مكانك يا ولا. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه. لا وقف مكاني. طب رد زمانك فنان. لا كويس. والمصحف الشريف عجبتك؟ اه. هقلد لك اخر حته. مين؟ ورق ايه اللي معاك؟ وانا يا صرصار لو عايز ازيك اجيب لك امر ازاله. انا فعصك برجلي. طب زمانك مش حقيقي انا فعصه برجلك. ماشي. الفنان الله يرحمه خالد صالح. طبعا طبعا. ده مثلي الاعلى. هو الفنان خالد الصاوي. طبعا والله العظيم اكيد طبعا.
خلينا خالد صوت عمارة يعقوبيان. لا 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 بلاش عمارة يعقوبيان تركب بقى ومنزلنا احسن فاهم. لا انت شكلك مش سالك انت مش بس بقى اتفضل بقى شوف طريقك عشان نوصل. لا انت مش سالك يا باشا. بعد اذنك بعد اذنك كفايه غلط لحد كده اتفضل شوف طريقك عشان نوصل. يا عم بالراحه عليا بايدك بقى بعد اذنك عشان ما اضربكش. اضرب مين يا عم انت خبلان بايدي عليك والله بجد يا عم اتكل على ربنا بجد والله اشكال وسخه والله العظيم انا مش عارف على الصبح كده يا باشا انت مش سالك انت بعد اذنك ايه مش سالك وبتاع انت هتصاحبني ولا ايه؟ لا 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 انت يا بابا بعد اذنك نزل لي بقى بعد اذنك بعد اذنك كفايه اللي تقدر كده انت مجنون على فكره انت مجنون انت شخصيه مش طبيعيه بعد اذنك نزل لي نزل لي بعد اذنك ايه ده بقى بعد اذنك ايدك جنبك ايدك جنبك اوعى اوعى يا عم انت اوعى يا عم انت اشكال وسخه اقسم بالله. طيب عامه انا فندم بقى احنا كنا بنهزر مع حضرتك. طب نزل لي بقى مفيش هزار وبتاع يا عم انت ايه اللي بتعملوه ده في ايه ازاي ده مقلب في كريزي تاكسي انت نورتنا النهارده في كريزي تاكسي. اتفضل يا حاج اتفضل يا عم الناس مفتوح يا باشا اتفضل يا عمنا يا عمده يا باشا صباح الجمال يا عمده حصر ان شاء الله يا باشا عينيا يا باشا تحت امرك يا باشا ربنا يخليك نور الدنيا يا عمده ربنا يخليك يا باشا عمده بلدنا اقسم بالله تسلم يا خال حضرتك اساسا منين من السعيد بقى سوهاج يا باشا احسن ناس رجاله سوهاج. طب ما انت يا عم الحاج ما شاء الله عليك انت وابنك البرنس ده يعني تلاقي علاقاتكم حلوه في اكتوبر هنا الحمد لله طبعا والله مسيطرين يعني الحمد لله ما شاء الله تعرف بقى بتعامل انت شغال في المقاولات في المقاولات معانا عربيات وبلد ورمل وبتبني بقى وتهدم طب تعرف فنانين بقى طبعا انا نعرف الكابتن عمرو عمرو مين عمرو المخرج ما شاء الله طب عرفنا الناس دي يا عم ده انا ده انا ده انا ابنك يعني عند الموهبه وبيقول عليها ممثل باشا تحت امرك وانا اوريك باللي انت عاوزه ربنا يبارك لك يا عم طب انا هقلدك انت بتحب بما ان انت راجل صعيدي زي الفل هقلد لك واحد بتحبه وانت تقول لي هو مين ماشي وقف مكانك انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا ها بيقول لك في مواطن كان بينشر الغسيل في البلكونة ونقطت المية على مواطن تاني قالوا لك ان مصر فيها فتنة طائفية فيها ايه فتنة طائفية انا بقول لهم من موقعي ده من التاكسي دي ان الديمقراطية لها انياب ايوه طبعا الديمقراطيه ليها ايه انياء ايوه انياء يا حاج قول انياء انياء قول انياء الصلاه على النبي ايه رايك يا حاج بعرف انا والله العظيم فنان والله العظيم فنان محترم طب ايه طيب ساعدني بقى طب ادي لك حته كمان حته تقليد انت هتحبه ده بص مصطفى باشته يا مصطفى باشته اللي تقف الدب ابدا انا ورايا رجاله تاكل الزلط تاكل الحديد تاكل الاثبات البسله تاكلك انت تاكلك انت خلاص يا عم امشي بقى بس يا ابني خلاص يا باشا تضربني يا جدع ولا انا محترمك عشان خاطر ابوك يا باشا خلاص يا باشا اقسم بالله عشان خاطر ابوك اوعى يغرك ان انت صعيدي ده انا من سجلت يا باشا على عيني وراسي انت تعمل ايه هضربك هنا وربنا انت تضربني يا جدع واحد الله اقسم بالله ده العمده ده فوق دماغي ماشي ربنا انت خلاص تضربني خش يا عم الفنان وخلاص مش يا عم عيب كده اقسم بالله ما هكلمك عشان خاطر ابوك يا ابني امشي بقى ابني ايه يا ابني انا يا ابني عندي عيال قدك يا ابني يا باشا خلاص لا متربي غربيه لا متربي وانت عارف انه متربي وعيب عليك مش هتلحقه يا جدع ما لحقوش يا باشا يبقى انت يا عم خلاص يلا يا عم خلاص يا عم لا لا لا, لا يا عم خلاص يا عمده مالك قلنا خلاص يا عم بقول له انت تمام زي الفل خلاص طيب خلاص يا حاج ما هو ما ينفعش ماخد مغنى وجعنا انت يا ابني هيش على ما فيه خلاص يلا انت بتقول مش انا عشان ما اضربكش وربنا تضرب مين يا عم انت ايش على ما فيش والله يا ابني ده انت عبيط انا عبيط ايه طب يا ابني خلاص يا ابني بص حاج انا هعرفك ان هو ايش على ما فيش بص لا احنا قاعدين عادي اهو صح اهو شفت يا ابني بس خلاص
ربنا لا بتكلم اضربه هوب تضرب يا جدع بص بيشتم فينا يا عم خلاص يا عم انت سوقت تاكسي احنا رايحين مشوار ورا هنشاكل نشاكل محدش يعرف يشاكل معايا يا عم انت سوقت تاكسي لو رحت ولا جيت لا يا حاج انت بتلخبط كده يا حاج يا عم خلاص انا مش عايز اخرب يا حاج ما تخلينيش ازرجن عليك نمرة الزرجن يا حاج ما اقول لك ايه كده كسرك في بعضك كسر مين انتوا عاملين عليها رباطيه اقعد انت تكلم مين مش انا كلم مين يا اخوي بكلم مين انا مش يا عم ده انا على الحرام يا جدع يا جدع يا جدع امشي بقى ده انا هدا بس يا اقف بيك على جنب اعرفك اوف انا اوف اي جنب ده انا تطلع ايه ده انا هعرفك دلوقتي اوه انا هعرفك انا انزلي تعملوا معايا كده ليه يا عم خلاص يا عم قلت لك خلاص يا عم يا حاج انت هتضربني يا عم خلاص قلت تضربني عشان خاطر قلت لك خلاص تضربني عشان خاطر ابنك تضربني عشان خاطر يا عم في فلافل يالا والدكان ايه انت بتضربني عشان خاطر ابوك معاك كده ده انت 10 منك بجنيه يالا ال10 منك بجنيه يالا انت فاكر نروح عشان بص بص دي بص اوه يالا اوعى يالا اهدى يا ازاي الحلقه دي ولا لا ازاي يا باشا